اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة لريكاب سيا. اليوم الاربعاء 8 ديسمبر 2021 نبدأ اخبارنا في حلقة اليوم بفرع كرة سلة والنادي الافريقي في مكة منذ قليل من الانتصار على حساب اتحاد الانصار بنتيجة 60-74 لحساب جولة 15 من بطولة كرة السلة. دونك النادي الافريقي واصل في نتائجه الممتازة في الشطر الاول من البطولة. دونك تو احنا في الروتور وكما تعرفوا في الفازة هذه تم 6 اندية الاولى تترشح بلاي اوف من غير نقاط حوافز. دونك النادي الافريقي على الطريق الصحيح ان شاء الله. نعطيكم النتائج الكامله لمباراه الجوله 15 تعبوا اليوم. دونك كما حكينا اتحاد الانصار كان هزلنا من النادي الافريقي 60-74. شبيبه تمنازه كانت انتصرت على حساب ملعب اصفاقسي 95-82. الزهره الرياضيه كانت انتصرت على حساب الدالي الرياضيه بجرومباليه 101-59. الملعب النابلي كان انهزم على ارضيه ميدان 48-74 امام الاتحاد المنستيري. وشبيبة قيروان كيف انهزمت على أرضية ميدانة 57-65 من النجم الراتسي. والنتائج نتاع مباراة اليوم تعطينا الترتيب التالي: الزهرة الرياضية مرتبة أولى 27 نقطة، اتحاد المنستيري 26 نقطة في المرتبة الثانية، نادي الإفريقي مرتبة الثالثة ب 26 نقطة، شبيبة قيروان مرتبة الرابعة 25 نقطة، النجم الراتسي مرتبة خامسة 24 نقطة، شبيبة المنازة ب 21 نقطة في المرتبة السادسة، كيف 21 نقطة للملعب النابلي المرتبة السابعة، الدالي الرياضية المرتبة الثامنة ب20 نقطة، اتحاد الأنصار المرتبة التاسعة 19 نقطة، والمرتبة الأخيرة للملعب الصفاقسي ب14 نقطة. نبدلوا الاختصاص نحكي كرة يد أكابر ومش تلعب الدفعة الأولى من مباريات الجولة الخامسة نهار السبت الجاي 11 ديسمبر إن شاء الله. كما تعرفوا البطولة كرة اليد إيبورتون ثم ملعبية من أندية تلعب مع الإكيب ناسيونال لكن ما حبستش البطولة، باقي تلعب في جولات متاحة منقص الجولات، لكن في كل مرة ثم مباريات يتلعبوا. دونك نعطيكم مباريات اللي باش تلعبوا نهار السبت في مجموعات الزوز. دونك المجموعة الأولى الماضي ثلاثة النصر الرياضي بطبولبة يستقبل الهلال الرياضي بمساكن، مكارم المهدية تستقبل البعث الرياضي بني خيار، ومباراة الترجي بتونس ونادي كرة يد بساقية الزيت تم تأجيلها. والمجموعة الثانية مجموعة نادي إفريقي الماضي ثلاثة مباراة وحيدة أولمبيك سليمان يستقبل نادي كرة يد بجمال، والنادي الإفريقي جمعية الرياضي بالحمامات تم تأجيلها، وكذلك تأجيل مباراة النجم الساحلي ونادي كرة يد بقصور أسف. ونكمل نعطيكم الترتيب الوقتي إلى حد الآن: نادي الإفريقي مرتبة أولى بأربع نقاط، نجم الساحلي مرتبة ثانية بأربع نقاط، نادي جمال مرتبة ثالثة بثلاث نقاط من ثلاثة مباريات، جمعية حمامات مرتبة الرابعة بزوج نقاط من زوج مقابلات، أولمبيك سليمان مرتبة خامسة بزوج نقاط بثلاثة مقابلات، وقصور أسف مرتبة الأخيرة بنقطة واحدة من أربع مقابلات. نكملوا حلقة اليوم بأخبار فرع كرة القدم. كما حكينا في الحلقة اللي فاتت اللي ثمن نيجوسياسيون ما بين نادي الإفريقي وأحمد خليل متقدمة برشا، وكنا عطينا المعلوم بأنه نادي الإفريقي توصل اتفاق رسمي مع اللاعب، لكن ما أكدناهاش بوسكو ما ثماش سيناتور اللي هي تمت اليوم. تم معناها إيزون أوفيسياليزي الاتفاق ما بين الطرفين، حتى صفحة رسمية تأكدت الرجوع اللاعب للنادي بعد صحح الكونترا بعامين ونص. دونك روتور باش يلعب معانا إن شاء الله مع زوز مواسم إضافية بعد توصل اتفاق ما بيناتهم على المسحقات المتخلدة نتاع اللاعب. كما تعرفوا ثم مبلغ كبير برشا 1.7 مليار أكثر شوية ظهر لي، كان تفهموا على أنه تنزع على 500 ألف دينار حسب التقريب هكا، والكونترا جديد زادة باش تكلف أقل بالنسبة للنادي الإفريقي من اللي كونترا السابقين. دونك تدعيم هام جدا لفريق النادي الإفريقي باش يعاوننا برشا في الروتور إن شاء الله. دونك هذا خبر باهي، والنادي الإفريقي باقي المساعي من إدارة النادي والإطار الفني لتدعيم المجموعة باش نعملوا أن بون روتور إن شاء الله ونظنوا ترشحنا للبلاي أوف. دونك
كورسا ثمان لاعبية، أسامي ثمان لاعبية مازالوا موجودين على طاولة الإدارة والإطار الفني ونيغوسياسيون كما حكينا على مستقبل ملعب مستقبل سليمان المهاجم محمد علي بن حمودة. دونك ثمان نيغوسياسيون متقدمة برشا وممكن برشا أنه بيصحى للنادي الأفريقي. الملعب الثاني ثمان نيغوسياسيون معاه بون ماهياش أوفيسيال 100%، ثم جس نبض اللي هو ياسين الخنيسي لاعب السبت عن الترجي بتونس. كما تعرفوا هو كان صرح قبل أنه معني الكلوب دي كور تاعه هو ترجي ويحب يبقى في ترجي اللي كان لعب في تونس، لكن أبارامون ثم بعض التغييرات في رأيه. بور مومون عنده عاطي أولوية للي كونترا اللي موجودين اللي زوف اللي عنده من برا، إذا كان مش باش يخرج برا ثم إمكانية كبيرة أن يجي نادي أفريقي، لكن لحد الآن ما تم حتى حاجة أوفيسيال والدوسي ماهوش معناه أفونسي برشا. دونك للمتابعة دونك خبر هذا للمتابعة. بالنسبة لي الخبر الأخير اللي هو عودة علي العمري بعد عمل عملية على ساقه، دونك رجع للتدريبات وفي التدريبات يعني وحده، لكن لاباس والحمد لله وتري بيانتو ان شاء الله يعاود يرجع للتدريبات الجماعيه. ان شاء الله علي العمري يرجع لنا، علي العمري تاع قبل يعطي مستوى كبير برشا للنادي الافريقي، ان شاء الله يعاوننا في الروتور وفي ما تبقى من البطوله ان شاء الله. فوالا كنكون وصلنا لاخر حلقتنا اليوم، رجعنا لكل الاخبار الاخيره تاع النادي الافريقي. دونك واصلوا تابعونا على قناتنا ريكاب سيا وعلى زاد لي بلاي ليست عندنا تاع الحلقات اللي فاتت على ريكاب سيا والا تاع البري ماتش، موجوده كل المعلومات الخاصه بالاحصائيات تاع المجموعه ككل ولا الملعبيه اللي فاتت حلقات ينجم يرجع ويتفرج فيهم. كيف كيف على موقعنا الرسمي clubist.net وصفحه رسميه على الفيسبوك clubist.net موجوده كل اخبار النادي. شكرا المتابعه، الى اللقاء.